انطلقت فعالية مهرجان عسل النحل المصري الخامس بمشاركة عشرات من الشركات المصرية والعديد من النحالين من مختلف الدول العربية. ينظمه اتحاد النحالين العرب بالتعاون مع وزارة الزراعة ضمن حزمة من المهرجانات للتوعية بأهمية مشروعات تربية النحل وإنتاج العسل في خدمة الاقتصاد القومي وتحسين أوضاع النحالين لخدمة الصناعة. تحت شعار النحال سفير الخير انطلقت النسخه الخامسه لمهرجان العسل المصري في الفتره من الرابع والعشرين الى الثامن والعشرين من نوفمبر في حديقه اوزوريس بمركز المؤتمرات بمدينه نصر بهدف تطوير صناعه تربيه النحل وفتح افاق جديده لتسويق منتجات العسل في مصر والوطن العربي والارتقاء بمستوى صناعه العسل المصري. مهرجان العسل حقق نجاحات سابقه في اربع دورات متتاليه في القاهره والاسكندريه بدا يطور النحال الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين وتجولتوا في المهرجان النهارده ان في تطوير كبير جدا في التعبئه والتغليف والجوده بقى في بقى في نشاط كبير قوي في قطاع تربيه نحل العسل في السنوات الاخيره الدوله واهتمام الدوله بقطاع تربيه نحل العسل وزاره الزراعه وقسم بحوث النحل اللي بيقدموا من خدمات جليله لجموع النحالين في مصر والوطن العربي مثل هذه المهرجانات بتضع مصر على خريطه الدول التي تهتم بتربيه النحل وتجعلها في المقدمه ومصر دلوقتي يعني بتتميز بانها وصلت لدور كبير في تطور تربيه نحل العسل بمصر والوطن العربي، احنا بنعتبر الدوله الاولى على مستوى العالم في تصدير طرود النحل الحي. يعد المهرجان فرصة واعدة للنحالين والشركاء الاستراتيجيين والعارضين للقاء والتفاعل معا ومع جمهور المهرجان والتعريف والترويج بأهمية قطاع نحل العسل للاقتصاد المصري بالإضافة لتعريف المهرجان كوجهة سياحية وتجارية وعلمية وترفيهية لجميع المهتمين بنحل العسل حول العالم المهرجان هنا النهاردة في 44 شركة مشتركة والمهرجان نقطة وصل ما بين السوق المستهلك وما بين النحال وبتقرب المسافات يعني بتقرب المسافات بيخلي كل مستهلك يتعرف على نوع العسل اللي يناسبه ونوع العسل وسعره ومنتجه وبيتقرب المنتج للمستهلك. المشاركه السنه دي في المهرجان كويسه جدا وطرق التغليف جميله جدا جدا جدا. المشاركه واسعه وجميله جدا. واحنا حضرتك من الاستفادة ان, إن حاليا بتتعرف على بعضها بتاع الصعيد بتاع البحيره كله بيتعرف ببعضه تمام؟ ادي اول حاجه، حاجه ثانيه ان الناس بتتعرف ما هي انواع العسل تمام؟ وما هي خواص العسل. تمام؟ في حاجات كتير جدا السنه دي موجوده يعني احسن من اي سنه فاتت. النسخه الاولى من المهرجان انطلقت عام 2019 تحت اشراف اتحاد النحالين العرب، حيث تعد مصر رائده في انتاج النحل على مستوى العالم لما لها من مقومات لهذه الصناعه، فيمتاز النحل المصري بالجوده العاليه، ويتميز النحال المصري بانه قادر على المنافسه واحتلال مركز متقدم بين نحالين العالم لقدرته على مواجهه التحديات المختلفه التي تواجه تركيا. النحل. مشروعات تربيه النحل تعد من المشروعات الناجحه لدى رواد الاعمال من النحالين في مختلف محافظات الجمهوريه، واقامه مثل هذه المهرجانات تعد فرصه واعده للنحالين المصريين للقاء نظرائهم من مختلف محافظات الجمهوريه، وايضا للقاء نظرائهم من مختلف الدول العربيه للاستفاده من الخبرات المختلفه في مجال صناعه عسل النحل. احمد الحسيني، التلفزيون المصري.